لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. الحركات القصيرة: فتحة، ضمة، كسرة. تقرأ الحروف العربية مع حركة الفتحة بفتح الفم كما تلاحظون في الصورة. تقرأ الحروف العربية مع حركة الضمة بضم الشفتين كما تلاحظون في الصورة. تقرأ الحروف العربية مع حركة الكسرة بخفض الفك السفلي كما تلاحظون في الصورة. أ إي أو ب بي بو تي تا تو تا تي تو جو جي جا حي حا حو خو خا خي دو دي دا ذو ذا ذي رو را ري زو زي زا سا سي سو شا شو شي سي سا سو دا دي دو تي تا تو ذو ذي ذا عي ع عو غ غي غو فو ف في ق قي قو كو ك كي لا لو لي ما مي مو ني نا نو هو ها هي و وي وو يو يا يي